ايه يوسف مالك؟ مش انت يوسف اللي انا اعرف فيك ايه؟ ده حقيقة فعلا، مش انا يوسف اللي انت تعرفيه. يوسف اللي انت تعرفيه حالته النفسية زي الزفت. انا عارف ان انت اللي فيك مكفيك يا ملك، بس انا ملقتش حد اشكيله غيرك. انا مسافرة خالد، انا وش منه في الارض. كفاية اللي احنا عاملينه فيها، كلنا حالتنا النفسية زي الزفت، بس انت الحاجة الحلوة اللي في البيت اللي بتهون عليا متبقاش انت كمان. الحاجة الحلوة اللي انت بتقولي عليها دي ظلمت حد من غير ما تقصد. أميرة مش كده؟ بس والله ما كانش قصدي. والله حرام عليك يا يوسف، البنت دي تعقدت من العيلة دي. تنفيش يعني ان أروى كانت السبب في اللي حصل لها يوم الحادثة، وانت كمان جيت كملت عليها. البنت دي مش زي أي بنت انت عرفتها قبل كده. طب وانا عملت معاها حاجة غلط؟ بالعكس، انا خطبتها وكل حاجة كانت ماشية رسمي. يعني عمري ما فكرت فيها تفكير وحش، انا عارف ان هي ما تستاهلش كده يعني. وغلطت فيها وكسرت قلبها. على فكرة أميرة حبتك بجد. والله وانا حاولت ما عرفتش. طب اعمل ايه؟ اضحك عليها يعني؟ كنت معاها بعقلي وقلبي في حته تانيه. ياسمين مش كده؟ ياسمين انت ازاي اصلا بتعمل كده في بنات الناس؟ يعني ارتبطت باميره علشان تنسى ياسمين؟ دي انانيه يا يوسف على فكره. احنا كبنات بيصعب علينا نعمل فيكوا كده. ازاي انت اصلا تفكر تعمل كده؟ والله فكرت، عشان كده ما كملتش. عارفة أنا لو كنت وحش كنت كملت. بالعكس، من أول ما أنا حسيت إني مش قادر أحبها قلت لها على طول مش قادر أكمل. أنا لو كنت وحش فعلا كنت كملت. بعد إيه بقى؟ بعد ما كسرت قلبها خلاص؟ كمل أول. والله ما كنت أقصد أعمل كده خالص. يعني أنا عارف إن أنا كسرت قلبها، بس حطي نفسك مكاني. عقلي مع أميرة وقلبي مع ياسمين. مش ورا مين؟ قلبي ولا عقلي؟ ياسمين ولا أميرة؟ طب خلاص بقى ننسي. أنا هسألك على حاجة يا ملك. إيه؟ خالد. ماشي يا يوسف، نتكلم في الموضوع ده بالنبي. يعني أنتي تشوفي خالد قدامك كده وعادي؟ أنا عارف إن أنتي مرات حازم أخويا، هما الاتنين إخواتي. بس انا خالد صعبان عليا قوي يا ملك. انا كمان خالد صعبان عليا قوي يا يوسف. انت عارف ان انا ما حبيتش في حياتي قد ما حبيت خالد. يعني خالد حب عمري، بس الظروف هي اللي حطتنا في الموقف اللي احنا فيه. ظروف ظروف، هل الظروف دي هي الشماعه اللي احنا بنعلق عليها مصلحتنا؟ مفيش حاجه اسمها ظروف. لا، في يوسف حاجة اسمها ظروف. أنا أصلا محدش حاسس بيا ولا حد حاسس باللي جوايا. أنت عارف أنا أول ما بشوف مروان في حضن خالد ببقى نفسي أقول له إن ده بابا، بس بسكت. أفتكر طنط فريدة، حازم، واللي إحنا وصلنا له دلوقتي، عشان كده بسكت. مبقاش عارفة أقوله إيه. يعني أنتِ راضية عن اللي إحنا فيه؟ محدش راضي عن اللي إحنا بنعمله في خالتي. بس خلينا نغير الكلام في الموضوع ده يا يوسف.